اهلا وسهلا بيكو، انا محمد عادل وده توتوريال جديد ليا معاك. طيب حلقة النهاردة انا هتكلم فيها شوية عن الكرياتيفيتي قبل ما ادخل في الفيجوال. الفكرة الاول علشان تجي لك انت محتاج الاول تربط البرودكت بالموضوع. بمعنى ايه؟ انا جالي برودكت حابب ان انا اوظف البرودكت دوت في انفيرومنت حلوة او شكل مناسب او اعمل منها فيجوال لطيف. طيب علشان احقق ده انا محتاج الاول اعرف البرودكت ده مستمد من ايه. هل هو مستمد من طبيعه ولا هو مستمد من حاجه صناعيه ولا هو مستمد من ايه؟ طيب الحته ديت ببدا ادرسها كويس وبعد كده ببدا اشتغل. فتعالوا نشوف مع بعض احنا هنعمل ايه النهارده. يلا بينا. طيب اول حاجه طبعا انا عندي الايتيمز بتاعتي بكون محضرها. طبعا انا عندي النهارده انا حاطط بعض الماتيريالز وبعض الحاجات اللي انا هستخدمها حاططها في بي اس دي واحده بحيث ان انا اوفر عليكم وقت. اول حاجه طبعا ده الشكل النهائي اللي انا محضره بالمنظر ده. اوكي طيب هنعمل نيو فايل والمقاس المعتاد بتاعنا اللي هو 1920 في 1080. طبعا الاسم ممكن يبقى اي حاجة. اوكي ده المقاس اللي انا هشتغل عليه. طبعا قبل ما نبدأ علشان اعمل المسافات بتاعتي او اعمل الحاجات دي انا محتاج ان انا الاول اقيسها او اعرف البليدنج اللي انا هعمله للتكست بتاعي او اي حاجة هعملها ازاي، وبعد كده ببدأ اشتغل عليها. انا مثلا عايز ادي مقاس يعني انا لو عايزه مثلا سنتي اوكي، لو عايزه اقل من كده ماشي، يعني ممكن مثلا اخليه 70. وبعد كده طبعا انا ديت لو مش موجودة عندي اللي هي الرولر بدوس كوماند R بتظهر او بتختفي، وبعد كده بشد منها ايه المقاسات بتاعتي بنفس الطريقة ديت. ولو عايز اخد نفس المقاس ده احطه الناحية التانية مفيش اي مشكلة بالشكل دوت كده. طيب انا عندي البليدنج دلوقتي، طبعا لو عايز يظهر او يختفي عندي مؤقتا يعني دلوقتي انا مش محتاجه فممكن ادوس كوماند اتش بحيث ان هو يختفي عندي، وبعد كده ابدا اشوف الماتيريالز اللي عندي او الحاجه اللي انا استخدمها. طبعا اول حاجه عندي الارضيه بتاعتي اللي انا محضرها. طبعا ممكن اسكيو شويه. طبعا حتة ان انت تستريتش الحاجة هو مش صح قوي، بس لو انت ضامن الشكل ده ان هو مش هيدي اي تأثير او مش هيسبب حاجة غريبة شوية في التكوين مفيش اي مشكلة. او ممكن تكبر خالص الصورة نفسها وانت دايس مثلا على شيفت و الت بالمنظر ده. اوكي وابدأ اشوف ايتمز تانية عندي، ممكن حاجة زي كده مثلا. طبعا انا عايز ادي عمق للمكان نفسه فعلشان كده حطيت جزء تاني واخد الكيرف ده بحيث ان هو يحقق عمق معايا في الصورة. طيب انا عندي بس الحتت ديت هتبقى باينة شوية فانا هحتاج ان انا اعمل لها ماسك وابدأ اخفيها بنسبة بسيطة. بالشكل ده مثلا ممكن طبعا يعني احط عليها ليارات تانية من الارضية بحيث انها تختفي خالص، بس خلينا ده مؤقتا. وابدأ اشوف الحاجات اللي عندي الماتيريالز اللي انا ممكن اوظفها، ممكن صورة زي دي. طبعا انا مش هاخد فيها غير الجزء اللي هو الحفرة اللي انا هعمله كأنه محفور انه يطلع منه البطاطس بتاعتنا او البرودكت بتاعي. طبعا ما يمنعش ان انا اسكيو شويه عشان البرسبكتيف بتاعي بالشكل ده، ونجرب البلندنج مود لحد ما نلاقي الشكل المناسب بتاعي. طيب انا بقعد اقلب لحد ما بلاقي الحاجه المناسبه بالنسبه لي في الاخر،
واكتر حاجه مناسبه بالنسبه لي هي الهارد لايت، باين ان هي في تداخل بينها وبين الارضيه. طيب تعالوا نشوف مع بعض شويه، ده لو عملناه كده ونعمل لها ماسك. طبعا همسح الاجزاء اللي انا مش محتاجها، كل الاجزاء اللي انا مش محتاجها دي همسحها. اكشلي انا ممكن اخلي الجزء دوت، بس انا بفضل ان انا الغيه دلوقتي مؤقتا. خلينا نمسح كل الاجزاء دي. بالشكل ده تمام. طيب بعد ما عملت الشكل ده كده، بعد ما عملت الحفرة دي، طبعا عندي هنا ايتمز كتير قوي كلها عبارة عن بطاطس، انا حطيت فيها الكولكشن بتاعي كله بالاضاءات بتاعتها. طبعا لو حابين ان احنا نشوف الحاجات دي كلها مع بعض، يعني دي كلها الليارات اهي عندي، خلينا نشوف واحدة واحدة كده. طبعا كل لير انا بعملها بعمل ليارات فوقيها وليارات تحتيها، اللي فوق واللي تحت. طيب قلنا اللي تحت بنحط طبعا الشادوز، لو عندنا الشادوز مثلا بتاعتنا هنا، عندنا هنا الماسك، الماسك برضو احنا بنحقق فيه شوية التهشير بتاع النجيلة بحيث ان هو يحقق الواقعية في النجيلة. عندنا برضو هنا نفس الكلام، الشادوز بتاعتنا ممكن نحطها فوق، واللايتس اللي ممكن تتحط في الاجزاء اللي فوق. طبعا الكلام ده كله ابلايد على كل الحاجات. طبعا لو الموضوع بالنسبة لكم مش واضح قوي او عندكم مشكلة في الشادوز والحاجات ديت والافكتس ديت، ممكن نرجع للفيديوهات اللي فاتت ونبدأ نتفرج عليها. طيب عندنا طبعا كل حاجة من الحاجات ديت معمول لها اللايرز اللي فوقيها واللايرز اللي تحتيها. طبعا انا برضو عشان ما اطولش معاكم على مدة الفيديو، انا حابب ان انتوا تشوفوا يعني دي الايتمز بتاعت البطاطس. تعالوا نجرب ناخدها هنا كده. اوكي طبعا برضو عشان ما نتوهش نسمي كل حاجة باسمها، يعني دي مثلا باك جراوند. اوكي طبعا انا بدوس رايت كليك وبلون الحاجه بتاعتي طبعا لو انا مش عايز اتوه. طيب خلينا نمسك حاجه حاجه كده. طيب اول حاجه خالص انا هاخد مكان الاضاءه بتاعتي اللي هو الجزء ده، فكل الحاجات اللي هي البطاطس ديت كلها تبقى منوره من الاطراف بتاعتها ومن الاطراف اللي هي كلها، يعني زي ده مثلا ده كده واخد ضوء من ناحيه الشمس ديت. طيب تعالوا نشوف واحده فيهم كده، نفتح حاجه زي كده مثلا لو شلنا الافكتات ديت كلها. طبعا هي الموضوع بيبقى مش باين قوي. طبعا انا في حاجات هقللها سنه برده وانا شغال. طبعا زي ما انتم شايفين انا ببدا احط الدرجات دي، ممكن اقلل فيها سنه الاصفر. هنا بدانا نحط الاضاءات بتاعتنا وغمقنا هنا برده سنه، هنا نفس الكلام برده، هنا نفس الكلام، لحد ما وصلنا لاقصى مرحله من الظل بتاعي والنور. طيب انا عندي الجزء ده انا ممكن اضيف عليه افكت خفيف قوي، حطينا واحده جديده وعملنا لها لينك بالتحتها، وممكن ادي سنه بسيطه قوي ريم لايت، الريم لايت بتاع اللي هو الابيض اللي بيديني الايحاء من في لسعه ضوء او في شمس ضربه في البرودكت بتاعي. طيب طبعا لو حاسس ان هي قويه قوي او ايه ده الابيض واضح قوي كده ازاي ومش عارف ايه، انا ممكن اخش على فلتر هنا وبلور ونخش على جاوزن بلور ونعملها تبقى ناعمه شويه. اوكي بالمنظر ده طبعا هنا باين قوي ان في لسعه ضوء. وممكن اعملها بطريقه تانية برضو، ان انا بخش على اللاير بتاعتي واعمل لها، ممكن نعمل انر جلو باللون الابيض مثلا، بس طبعا هضطر اشيله من الاجزاء اللي تحت، وممكن اعمل اوتر جلو. اوكي الاوتر جلو طبعا انا لو عايز
انا هشيل الاول الانر جلو الاوتر جلو. طبعا انا لو عايز الضوء بتاعي خفيف قوي اتجاه البطاطساي نفسها، يعني انا مثلا جيت هنا عملت البطاطس بالشكل ديت وحطيت لها الاوتر جلو دوت، هيبدا يدي انعكاس ضوء الشمس. طبعا الحالات ديت انا ما بستخدمهاش في كل حاجه، بس بتدي افكت حلو صراحه، ممكن نستخدمه بعد كده. بدوس بعد كده طبعا رايت كليك وبعمل حاجه اسمها، لازم ادوس على نفس البتاع ديت بالظبط، وكرييت لاير. اوكي طبعا هشيل الجزء اللي تحت اللي هو عند الشادو لان دوت خطير جدا، ده انا كل ده انا مش محتاجه بالمنظر ده. طبعا انا كده بقى عندي الضوء جاي من هنا، ف يعني باين الاضاءه قويه قوي في سطح البطاطساي نفسها. طيب خلينا نمسك واحده تانية كده. طبعا انا بعد ما عملتها في هنا اللاير اللي هي بتاعه الماسك عشان النجيله نفسها تحت تبقى متاكله. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها، حاجه زي دي مثلا. خلينا بس الاول نظبط شويه كمان، نكبرها كده. طبعا انا كده عندي باين ان هو زي ما تكون الارض اتحفرت والبطاطس انا لسه مطلعها منها فريش. طيب خلينا نشوف واحده تانية من دول مثلا، حاجه زي كده. طيب تعالوا نراجع برضو هنا ايه اللي حصل. هنا الصوره زي ما هي، يعني دي الصوره زي ما هي اللي هي البطاطس اللي هي الماتيريال نفسها اللي بستخدمها اللي هي الايتم نفسه انا استخدمته. طبعا زي ما قلنا بنحط لاير تحته اللي هي الشادوز اهو، واللايرز اللي فوقه زي ما انتم شايفين برضو في درجات اللي هي الصفراء وفي درجات اللي هي يعني دي مثلا درجة الصفار ديت عشان تبينه ان هو واخد الافكت نفسه بتاع الاضاءة. طبعا انا عايز ازود الريم لايت مفيش اي مشكلة، عايز ازود اي حاجة تانية مفيش اي مشكلة. طبعا انت كل ما بتزود ليارات وبتزود تقفيل على البطاطس نفسها مثلا هتبدأ تدي كونتراست احسن واضاءات اكتر، بحيث ان انت تخلي في الاخر الموضوع واقعي بزيادة. طيب تعال نشوف مع بعض كده، انا لو زودت هنا مثلا شوية ابيض بالشكل ده. طبعا مش كل حاجة ينفع ان انا ازود لها ابيض، وعملنا لها مثلا سوفت لايت سنة بسيطة قوي بس بتفرق، يعني كل حاجة بتفرق. وممكن برضو اغمقها سنة كمان، يعني ممكن احط لها شادوز كمان، ادي الاسود بالشكل ده، وبدوس بعد كده في و بلس او ماينس علشان اغير في البلندنج مود بتاعي شوية. طبعا بخليها سوفت لايت، ممكن هديها سنة بسيطة قوي كده، حاسس ان في تداخل شوية بينها وبين النجيلة بتاعتي. ممكن ادي افكت كمان على النجيلة، يعني انا كل ما زود ليرات فوق وتحت، يعني كل ما استخدم ليرز اكتر فوق وليرز اكتر تحت، يعني انا دلوقتي عندي البرودكت بتاعي لو زودت ليرات فوق لو زودت ليرات تحت مش هيخسر في حاجة، ومش هبقى متضايق وانا بضيف الليرات ديت. ليه؟ لان كل لير من دول انا ممكن اضيف عليها تاتش واحد يفرق، التاتش الواحد دوت هو الحاجة المحور الاساسي اللي انا بشتغل عليه، ان كل يعني لمسة هي بتزود اضافة للتكوين بتاعي. تعالوا نشوف مع بعض. طيب انا لو جيت مثلا عملت ده يعني بنسبة خفيفة قوي، يعني انا مثلا لو الضوء بتاعي هيبقى جاي من هنا انا ممكن اجي هنا كده بنسبة بسيطة قوي كل ده، اديته مثلا افكت خفيف قوي كده من الشادوز وعملت له بلندنج مود بالشكل ده، وبعدين خليته طبعا سوفت لايت، وبعدين دخلت على البلور وعملت جاوزن بلور. تعال نشوف كده جاوزن بلور. بالشكل ده انا غمقت الجزء اللي حوالين البطاطس بشويه ان هو زي ما يكون يعني ظل خفيف للبطاطس، ان هي مديه تاثير خفيف على الارضيه. اوكي طبعا هي حاجه ممكن تبقى خفيفه بس كل تاتش بيفرق. طيب تعالوا نشوف اللي بعدها برضو نفس الكلام. انا محتاج يعني انا عملت هنا البطاطس بتاعتي اهي. اوكي في طبعا انا حاطط هنا شيبسي، ممكن دول يكون غامقين قوي،
ممكن برضو نفس الكلام بالنسبة لده. طبعا انا ممكن بعد كده ابدأ اضيف شادوز مثلا يعني في الجزء ده. تعال نشوف كده، يعني انا عندي هنا الشيبسي زي ما قلنا، سوري، عملت لهم جروب، ونفس الكلام بالنسبة لهنا. أنا ممكن أحط ليهم هما الاثنين شادوز، يعني ممكن أجي هنا أعمل نيو لاير. طبعا برضو ممكن أخد الجزء ده، طبعا برسمه بعشوائية شوية. طبعا دول شمس جاي من هنا، فأنا بديهم سنة شادو خفيف بالشكل ده، هو شادو خفيف قوي بس برضو مبين سنة يعني حاجة يعني. طيب نفس الكلام بالنسبة لهنا، خلينا نقفل دي. نفس الكلام بالنسبة لدي، تعالوا نشوف كده لو شلت دول خالص. طبعا ده مكان الإضاءات بتاعتي، الشادوز بتاعتي، ده دول اتنين زيادة قوي، فخلينا هنا كده. ممكن نهدي ده سنة بسيطة. طيب اوكي، خلينا نشوف ماتيريالز تانية عندنا. طيب عندنا مثلا حاجة زي دي، طبعا السناجب بتاعتي برضو انا مجمعها في مكان كده، حطيناها في البيس دي بتاعتنا، فخلينا ان احنا نوظفها برضو. تعال نقفل دي، خلاص انا مش محتاجها. طيب بالشكل دوت كده ممكن ناخدها زي ما هي. طبعا وانا بنقلها انا بدوس شيفت علشان تطلع الشكل بتاعي بنفس النسبة بتاعتي بالظبط. يعني انا مثلا حاطط الحاجات ديت مثلا في المكان ده، يعني احنا لو جينا بصينا هنا مثلا، انا حاطط الايتيمز ديت، حاطط السكويرلز ديت، حاططها في نفس المكان. فانا عشان انقلها انا بدوس شيفت وانا بدراجت علشان تتحط في نفس المكان. اوكي طيب خلينا نعمل ديت مثلا اللون الاخضر. اوكي طيب انا عندي كل واحد من دول، يعني انا اعمل له حاجة معينة. طبعا عامل لده ان هو ماسك هنا. طيب انا عندي هنا بس مشكلة واحدة، ان انا هنا عندي هنا مثلا في الريم لايت اللي انا زودته ده، هضطر ان انا امسح فيه سنة بسيطة. ده برضو نفس الكلام، لان هو السكويرل اصلا المفروض ان هو جاي على البطاطساية نفسها. فهنعمل ايه هنا برضو نفس الكلام، اهو السكويرل برضو انا بحط ليرات فوقيه وليرات تحتيه علشان اظبط الاضاءة بتاعته. طبعا انا هزود هنا لير. اوكي ممكن اخلي فيها درجة اسود خفيفة بالشكل ده. كده مثلا وبديها برضو مثلا سوفت لايت و جاوزن بلر. تمام ممكن ازود بعد كده واحدة تانية برضو كمان. بالشكل ده انا كده بالنسبة لي حققت العمق شوية مع يعني السنجاب والبطاطساية نفسها. يعني بالشكل ده كده انا حاسس ان في تداخل معاهم شوية. ممكن برضو ما يمنعش ان انا اضيف واحدة تانية كمان،
بنفس الطريقة. ممكن نزود برضو هنا شادوز شوية كده خفيفة بالشكل ده. طبعا الافضل ان انت تاخد الشيب بالظبط زي ما هو، يعني ممكن ناخد الراس نفسها ونعكسها هنا، بس انا بحاول اكون برضو سريع معاكم في الوقت بتاعي، فخلينا نعمل لها جاوزن بلير خفيف قوي بالشكل ده. بالطريقة دي مثلا. اوكي تعالوا نبص كده من بعيد، هنا باين ان هو ساند عليها شوية. طيب هنشوف برضو واحد تاني. طيب انا بس عشان اوضح لكم حاجة، احنا عملنا ايه هنا؟ احنا هنا ديت برضو اللير الرئيسية بتاعتي، في ليرات فوقيها وفي ليرات تحتيها زي ما قلنا الشادو والاضاءات بتاعتي فوق. طيب خلينا نشوف التانيين برضو، تعالوا نبص هنا كده. طيب ده حاجة خلينا دلوقتي هنحطها بعدين. برضو هنا انا عامل الليارات اللي فوق والليارات اللي تحت اهو زي ما احنا شايفين، حطينا له درجة الاصفر بتاعته. نفس الكلام بالنسبة لهنا، بس خلينا نخفي ده دلوقتي. تعالوا نشوف ايتمز تانية عندنا، ممكن حاجة زي كده، وهعمل لها روتيت، عايز اقلبها. ممكن مثلا نخليها بالشكل ده، وهخليها في الناحية دي كده سنة بسيطة، بحيث يعني احنا نخليها تحت كده، بحيث ان احنا نخلي السنجاب دوت ماسك فيها. تعال نزوم ان شوية. طيب انا حاسس كده ان هو يعني زي ما اكون جاي عليها شويه. تعال نبص كده. تمام انا كان عندي هنا سكوير برضو نفس النظام. اوكي طبعا بالشادوز والحاجة بتاعته انا حاططها، وهبدأ اشوف بعد كده ايتمز تانية موجودة عندي. طبعا انا دوت ممكن اديله الاضاءات بتاعته، يعني دوت مش شرط ان هو يبقى واخد المود دوت بس. تعال نقفل دي، هنفتح دي ونعمل لها برضو جروب. ممكن ابدأ احط الليرات فوقيها بالشكل ده. ادي اللون مثلا الاصفر بتاعي اللي هو لون الشمس نفسه، ممكن انور دي كلها كده. الشكل ده سوفت لايت، خلينا سوفت لايت. اوكي نفس الكلام برضو بالنسبة لهنا، انا ممكن ادي سنة بسيطة الشكل ده. والاصفر عامة بيدي الايحاء بضوء الشمس. اوكي فهو كده باين انها متوهجة شوية من الاضاءة بتاعتي. تمام عندي ماتيريالز تانية برضو، حاجة زي كده مثلا ممكن نحطها ورا في الارضية. طبعا هدوس كوماند يو لو انا حاسس ان اللون مغدر بزيادة مثلا، او عايز اغير اللون بتاعه شوية، ممكن نخليه بالشكل ده ونصغره برضو سنة. وخليه مع الباك جراوند بتاعتي، ممكن نخليه مثلا تحت دي. بالشكل ده مثلا. تعالوا نشوف ايتمز تانية عندنا. طبعا حاجة زي كده برضو خلينا نحطها، دي حاجة هنحطها في مكان الشمس بتاعي اللي هو ورا خالص ده. ممكن اخليها اكشلي في الحتة دي. ممكن
خلينا بس الاول نطلعها فوق نعمل لها جروب. تمام خلينا نصغر ده شوية. ممكن نعمل من واحدة تانية ونكبرها. طبعا انا في عندي هنا اطراف باينه، انا محتاج ان انا امسحها شويه مع الاطراف دي. بالشكل ده ممكن اضيف بعد كده افكت تاني برضو. انا طبعا انا شغال لسه ما خلصتش الجزء اللي تحت، بس يعني واحدة واحدة كده بضيف شوية حاجات علشان تديني الإيحاء بالإفكتات بتاعتي. أوكي ماشي، خلينا نشوف إيه تاني عندنا. عندنا حاجة زي كده، خليني أحطها دلوقتي. طبعا أنا عندي هنا بين الدفوات بتاعتي برضو، فاحنا ممكن نمسح الحتت ديت شوية. اوكي خلينا نحط ديت هنا ونديها سوفت لايت. بلاش سوفت لايت، خلينا في كلر دوج اكشلي حلوة، فانا هقللها سنة او ممكن ما قللهاش. انا ممكن اعمل لها ماسك واشيل الحاجات الغريبة بس شوية. الشكل ده مثلا ممكن اكشلي اشيل الاجزاء دي. اوكي طيب هنشوف ماتيريالز تانية عندنا برضو، يعني ممكن حاجة زي كده. خلينا نصغرها. بالشكل ده ونعمل لها جروب برضو تحت، خليها هنا مثلا ونعمل لها جروب. ممكن نغير بس الكلر بتاعه. اوكي وممكن اضيف منها واحدة تانية كمان جي، نخليها وراها. طيب نبدأ بعد كده نحط الماسك بتاعنا ونشتغل عليها بالطريقة دي مثلا. همسح طبعا الجزء اللي تحت ده شوية. نفس الكلام بالنسبة لهنا. وهديهم بعد كده بقى شادو، يعني ممكن ادي هنا درجة خفيفة كده من الظل بتاعي حاجة زي كده. نفس الكلام برضو بالنسبة لهنا، واحدة برضو واربطها بديت
واديها شادو طبعا بلندنج مود، سوفت لايت نفس الكلام بالنسبه لهنا، سوفت لايت تمام. وانا عايز اغمق بعد كده اكتر مفيش مشكله، عايز اي حاجه مفيش مشكله. طبعا انا بحاول اوريكم على طول، ممكن نعمل بعد كده حاجه زي كده مثلا، ممكن اخد اصلا البتاعه دي زي ما هي كده واعملها سكيو على الارض، بس انا ممكن اعمل حاجه كده هنا سريعه الشكل ده، ونفس الكلام بالنسبه لهنا برضه حاجه سريعه هنا كده الشكل ده. اوكي طبعا لو حاسس ان هي مش واضحه قوي هحتاج ان انا اعمل سكيو اصلا للبتاع نفسها، يعني لان هي عندي باين انها مش غامقه قوي. عايز ادي درجه الغمقان اللي انا محتاجها، فانا ممكن اخد ديت على طول كده واعمل لها سكيو المنظر ده كده مثلا. طبعا حسب بقى اتجاه الشمس بتاعك يعني، وممكن اخليها بالشكل ده. وطبعا عندي هنا الماسك بتاعي هيساعدني في ان انا امسح الحاجات ديت الشكل ده. نفس الكلام بالنسبة لدي برضو نعمل لها سكيو طبعا برضو علشان الإفكت الشمس هي محتاجة انها تاخد سنة يمين كده، وبلندنج مود كده مثلا برضو نفس الكلام بالنسبة لدي بالشكل ده. طيب انا كده عندي الشادو بتاعي، طبعا انا حاسس ان ديت مش مغروسة شوية في الارض او مش داخلة شوية في الارض، فانا محتاج ان انا يعني ازود الجزء ده ولو سنة بسيطة بالشكل ده مثلا، ينزله كده تمام. برضه خلينا نغمق سنة بسيطة الأجزاء دي soft light نفس الكلام برضه بالنسبة للتانية soft light بالشكل ده. ده هنا برضو الضوء بتاعنا سوفت لايت، نفس الكلام برضو بالنسبة لهنا هنعمل برضو واحدة ونديها سنة بسيطة سوفت لايت. طيب دول كده عندي تمام. اوكي ممكن اشوف ماتيريالز تانية عندي برضو، تعال نشوف مع بعض ايه تاني عندنا. عندنا بعد كده الشيبسي بتاعنا، الحاجات اللي احنا نحطها في الأرضية بتاعتي. خلينا نقفل بس الحاجات الأول اللي أنا مش محتاجها، ده أنا خلاص استخدمته وده أنا خلاص استخدمته، لا سوري مش ده. حاجة زي كده مثلا هو الشيبسي التوزيع بتاعته، أنا أوريدي برضو مجمعها وكده وحاططها. خلينا مثلا نحطها بالشكل ده، نطلعها فوق سنة طيب. في حاجات هتبقى فوق وفي حاجات هتبقى تحت، انا طبعا هبدأ افكك كل حاجة.
خلينا ده مثلا من غير لون. وتعالوا نشوف الحاجات ديت. انا هخلي ده الصراحة بلون حاجة زي كده مثلا، حاجة زي كده دي خليها قدام، وهنظبط شوية في الإضاءات بتاعتها بس سنة بسيطة. طبعا انا عندي الجزء ده انا مش عامل له ماسك ومش عامل له تداخل مع النجيله بتاعتي، فانا يفضل ان انا اعمل له تداخل. طبعا اعمل له تداخل بطريقه سريعه. طبعا حركه خفيفه زي ديت بتبين ان في علاقه طبعا بين النجيله والشيبس بتاعي او اي حاجه. طيب اوكي، طيب خلينا نشوف ايه تاني عندنا. حاجة زي كده اوريدي فوق، وحاجة زي كده هنا مكانها مثلا. انا بشوف معاكو اللايرات بتاعتي. طبعا انا ديت انا هخليها تحت البطاطس بتاعتي. اوكي هنا بس في حاجة جاية عليها اللي هي دي، ممكن نجيبها سنة بسيطة يمين. معرفش الأرضية بتاعتها بس هي اللي هتتمسح سنة. طيب دول الاتنين همسح سنة من هنا وهمسح دي. طيب كده تقريبا أنا وصلت لمرحلة لطيفة. هنا برضو الشيبسي والحاجات ديت باينة بنفس الطريقة ديت. طيب في واحدة هنا طايرة اللي هي دي، دي مكانها المفروض ان هي ورا الشيبسي، فاحنا هنخليها ورا البطاطس فاحنا هنخليها هنا مثلا. اوكي ده الشيبسي بتاعي. طيب في ايتمز تانية عندنا برضو، ممكن حاجة زي كده ممكن نحطها ورا في الباك جراوند بتاعتي بعيدة خالص، يعني حاجة زي كده. اكشلي هي ممكن تبقى صغيرة بس يعني باين ان هي عاملة حاجة في الشكل بتاعي، او باين ان هي عاملة حاجة في الارضية بتاعتي، فاحنا ممكن ننزلها هنا مثلا، نديها سنة اصفر او بلاش بدي. ممكن الاول نعملها بس ماسك، نمسح الاجزاء دي كلها. الشكل ده نعمل لير تانية فوقيها وأبدأ أديها درجات الأصفر بتاعتي اللي هي النور بتاعي، وأعمل لها طبعا البلندنج مود بتاعي بالشكل ده. طيب كده باين فيها شوية تداخل. هنشوف ايه تاني عندنا. برضو عندنا حاجة زي كده. اكشلي حاجة زي كده ممكن تتحط على البطاطس نفسها، في مثلا حاجة زي كده. هعمل لها جروب. هلينك ديت بيها طبعا زي ما قلنا. طبعا الشادوز طبعا اول حاجة، طبعا هغمق الاجزاء دي كلها. ليه؟ علشان الحتت ديت مش واخدة ضوء بتاعي خالص. اوكي وهعمل لاير تحتها بالشكل ده، برش تول كوماند تي وباسكيو تحتها خالص.
تعالوا نشوف البلاندنج مود بتاعنا كده مثلا، برضو نفس الكلام بالنسبة اللي فوق، وهديها طبعا ماسك وأبدأ أمسح شوية بسيطة في الجزء اللي تحت ده. بالشكل ده مثلا. اوكي طبعا هنا هعمل برش تول برضو. ده ممكن يبقى كأنه داخل فيها. ممكن اعمل واحدة تانية برضه هتبقى اصغر بقى شوية، فيها درجة الاسود نفسها. طبعا انا عندي بقى الجزء ده انا هضطر ان انا اغمقه عشان يبين ان هو فيه تداخل بسيط. كده باين سنة في تداخل. اوكي طبعا انا المفروض ان انا ريفلكت ده على البطاطساية نفسها اللي ورا. يعني انا مثلا جيت عملت هنا ده الجزء ده كله كده، الجزء ده نضيف هنا برضو شوية غمقان سنة بسيطة. كده وصل. اوكي طيب عندنا برضو الجزء دوت، احنا ممكن نعمل زي ما يكون يعني رسم سريع ليه. الشكل ده مثلا برضو نفس الكلام بالنسبة لهنا. اوكي طبعا انا ممكن اكبر دي شوية عايز يعني. ماشي خلينا نعمل لها بلور، جاوزن بلور بالشكل ده، ممكن تهدى سنة بسيطة. تمام طبعا انا لو عندي اي مشاكل في الشيب بتاعي دوت لسه ما ظبطش، محتاج ان انا اغمقه او اظبط الوانه. طبعا الاجزاء دي كلها ممكن تتظبط عادي. ممكن بس اديها برضو الشكل بقى اللون الاصفر بتاعي علشان تبقى واخده من الانفايرمنت اللي حواليا.
بالشكل ده مثلا. اوكي طيب، ممكن اعمل بس واحدة تانية من دي كمان، انا بقسمه. اوكي طيب، خلينا نشوف برضو ماتيريالز تانية عندنا. احنا عندنا ايه تاني هنا؟ طيب انا عندي برضو حاجة زي كده، نقفل دي برضو، احنا مش محتاجينها. طبعا علشان تعمل ديزاين في كمية الماتيريالز ديت، هو الموضوع بياخد وقت قوي وبياخد مجهود برضو، وبيحتاج ان انت بتبقى بتفكر كتير. طيب ديت فيها ايه؟ هي برضو فيها شجر شوية، هي كلها يعني ماتيريالز شجر، بس انت بتاخد الماتيريال زي ما هي وبتحطها وتعمل لها بلور، تحطها في الفرونت وتعمل لها بلور. ليه؟ علشان تبين انها في زي ما يكون عمق للصورة. تمام، احنا عندنا هنا ديت اللاير بتاعتنا ديت فيها كلها شجر، يعني كلها عبارة عن شجر، حاجات كلها فرونت. انا طبعا كل الحاجات ديت محطوطة معمول لها جاوزن بلور، او معمول لها يعني موشن بلور. الحتة ديت نفسها بتدي الحركة، بتدي حركة للشجر نفسه. فخلينا نشوف كده برضو، يعني انا دلوقتي عندي الجزء ده، عندي برضو حاجة زي كده ممكن نحطها كإفكت. ونديها برضو يعني ممكن سوفت لايت. نحطها سنة بسيطة. طبعا لو في حاجة مضايقاني او في حاجة مش عاجباني في البتاع، ممكن اهديها برضو سنة. تمام، خلينا نشوف برضو لو في اي حاجة تانية. طيب انا عندي البرودكت بتاعي بقى، انا عايز اوظفه في الفيجوال دوت. انا بعد ما عملت شيب، لو انا الموضوع يعني كنت شغال فيه حاجة فيجوال حلو ولطيف وعايز احط فيه برودكت، يعني انا ممكن اعمل المكان للبرودكت نفسه في الاول، وممكن ما اعملش مكان ليه. ممكن اخلي الفيجوال زي ما هو كده واحط بس البرودكت، وممكن يعني ما احطوش خالص. انا بالنسبة لي طبعا انا هحط البرودكت. تعال نشوف مع بعض، يعني بس انا محتاج ان انا اخد التون نفسه بتاع ده عشان بس تبقى باينة انها واخدة سنة كده من الخلفية بس شوية. اوكي انا عندي مثلا برودكت زي ده، برضو عندنا هنا حاجات تانية برضو ما اتحطتش زي الكلاودز مثلا او اي حاجة. طيب انا كده ممكن اكون حطيت كل حاجه ما عدا البرودكت بتاعي. انا عايز اوظف بس البرودكت ده فيجوالي شويه مع الحاجه بتاعتي. ممكن اخليه مثلا هنا بالشكل ده. ممكن اخليها بس تيجي سنة هنا كده بالشكل ده. ممكن اكشلي اعمل لها سكيو برضو خفيف عشان الزاوية بتاعتها. اوكي ماشي، ممكن اعمل لها بعد كده جروب، بس نظبط بعض الحاجات هنا. نعمل لها جروب، وممكن نخليها اي لون بقى انا عايزه. طبعا زي ما قلنا في ليرات تحت وفي ليرات فوق. انا بالنسبة لي هبدأ اغمق الاجزاء اللي تحت دي. الشكل ده.
كده مثلا، ويبدأ بس ألف دي سنة بسيطة. كده مثلا، وأديها سوفت لايت. اكشلي سوفت لايت مش باين قوي، فاحنا ممكن نخلينا في اوفرلاي. تعال نشوف لو ضفناها التانية. طيب خلينا نخليها نورمال ونهدي فيها سنة بسيطة. اوكي كده لازم يبقى باين اللون الاسود، لان اللون الاسود مهم جدا ان هو يبقى ظاهر في حتت الاجزاء اللي ورا. طيب ممكن نضيف عليها هنا برضو يعني سنة خفيفة اسود في الاجزاء دي. كده مثلا سنة خفيفة قوي يعني، ماشي. وممكن نضيف لاير تانية بالشكل ده. الإضاءات بتاعتي ممكن أعملها برضو بلير، جاوزن بلير. طيب كده بالنسبة لي الشكل تمام. ممكن بس أضيف حاجة بسيطة أوريدي نسيتها، ممكن دي مثلا، يعني دي برضه انا ما استخدمتهاش. خلينا نحطها مع الايتمز التانية. طيب هنا بالشكل ده. طبعا خليني برضو اقلل هنا الافكت ده سنة بسيطة، لانه هنا يعني واكل الرؤية شوية. حاجات اللسعة مرة واحدة دي كده، دي شكلها غريب شوية، فاحنا ممكن نخليها بالشكل ده. وبعد كده انا بالنسبة لي ممكن اكون وصلت للشكل النهائي. طبعا انا لو عايز ابدأ احط اللوجو بتاعي في الحتة ديت او في الحتة ديت باي طريقة انا عايزها، مفيش اي مشكلة. بدوس بعد كده كوماند الت شيفت اي، وببدأ بعد كده أفنش الشغل بتاعي. طبعا أول حاجة لازم أدوسها أوتو علشان نشوف الأول الفروق اللي هو عاملها. طبعا هو بالنسبة له أنا مش مظبط سنة الكونترست بتاعي. الهايلايتس عندي عالية، الشادوز محتاجة تقل. أوكي ممكن أدي أماونت شوية من الوضوح بتاع الحاجة بتاعتي بالشكل ده مثلا. طبعا بقى الدرجة اللي انا عايز اظبط فيها شوية مفيش اي مشكلة. اوكي طبعا الاصفر واللحم والاورنج والدرجات ديت حلوه، مش بطاله يعني، مش المفروض ان انا اقللها عشان تبان بس انها واقعيه شويه. اوكي تعالوا بعد كده نصغر برضو اللينس بتاعنا كده، نخلي فيه شادوز شويه في سنه غمقان. تمام خلينا كده 10. اوكي يعني نشوف افتر وبفور كده، حاسس ان هي مجسمه اكتر يعني. نبص افتر وبفور اند افتر اهي، في فرق طبعا كبير. طيب ممكن اعمل منها واحده تانية ماشي.
وممكن بعد كده اعملها هاي باس. زيادة بس في الديتيلز واخليها لينير لايت، هقللها خالص عشان النويز بس ما يبقاش زايد قوي. تعال نشوف كده النويز انظامه. لا هو النويز اوريدي زاد في اللي فات، فانا هحتاج ان انا اخليها بالشكل ده. ممكن بس لو انا عايز اعمل دوج ان بيرن او اي حاجه بدوس اوكي، شيفت ديليت، واعمل لها لينير لايت. وبعد كده طبعا عندي الدوج ان بيرن تول بتاعتي، ببدا اظبط فيها حاجات اللي انا محتاج ان اديها لساعات ضوء سنه بسيطه. طبعا الحاجات دي بتفرق جدا في الاخر. طبعا في حاجات انت ممكن تضيفها وفي حاجات ممكن ما تضيفهاش، بس على حسب رؤيتك. يعني انا بالنسبة لي بشوف ان الحاجات دي مهمة لانها بتنقل الحاجة للواقعية اكتر. يعني مجرد ان انت بتحط الحاجة كده من غير ما تديها دوج اند بيرن ما بيبقاش ليها واقعية زي ما بتعمل لها التقفيل الاخير. اوكي تعالوا نبص كده. يعني البرن كان الدوج شويه كان حلو. هنشوف شويه برن هنا لو عايز اغمق سنه في الحتت دي، مثلا الحتت دي هنا مثلا شويه بالشكل ده. طيب يعني هو كده بالنسبه لي الشكل اللطيف. ممكن لو عايز ازود اي حاجه تانيه، تعالى برضو نغير في الألوان بتاعتنا شوية نشوف كده هيطلعوا بإيه تاني. أوكي طيب طبعا أنا بالنسبة لي كده ممكن أكون وصلت للشكل النهائي أو الشكل اللي أنا راضي عنه. تعال نقلل سنة بسيطة. اوكي ممكن بعد كده اخد دول كلهم as group، اعملهم جروب واعمل command alt shift e. اوكي هو كده خد لي الصورة الاخيرة بتاعتي دي. خلينا نقفل دي. طبعا انا لو عندي بقى حاجة زي التكست او اي حاجة من الحاجات ديت، انا ممكن اخد التكست والحاجات كلها اللي انا اعملها حواليها الفريم ده كله اخده زي ما هو احطه هنا. اوكي خلينا نشيل اللير السودا دي. وبعد كده اللير السودا دي معمولة علشان اخد الماسك بتاعها احطها على دي. اوكي طيب انا عندي بقى بعد ما وصلت المرحلة ديت لو شلت دي كده، انا كده بالنسبة لي ظهر عندي الفريم الابيض اللي انا عامله ده. بس انا هحتاج ان انا اشيل دي وكده هيظهر لي عندي الفريم الابيض اللي انا كنت عامله للشكل النهائي. طبعا البيانات بتاعتي والحاجة بتاعتي طبعا الحاجات دي كلها بسيطة، ما اعتقدش ان فيها مشكلة بالشكل ده. دي بطاطس محطوطة وكيس الشيبسي بس. بكده يا جماعة أكون وصلت لآخر حلقة. حابب ان انا اشوف ارائكم، حابب ان انا اشوف كومنتاتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقة جديدة مع محمد عادل من هوك. شكرا لكم.